الأشجار هي الحل الوحيد للقضاء على يعني للتقليل من درجات الحرارة العالية اللاهبة ولتلطيف الأجواء. هذا الموضوع صحيح، بس نريد نعرف الطريقة اللي هاي الشجرة راح تلطف لي بيها هاي الأجواء. أنا ما جاي أحكي على شجرة واحدة أزرعها، لا، أنا جاي أحكي على خطوط مال الأشجار متعاقبة خط ورا خط بجوانب الطرق، هي هاي اللي تفيدني، يعني مكافحة التصحر، عملية مكافحة التصحر. أما أني أزرع بداخل المدينة، هاي يسموه تشجير وتجميل المدن، مو مكافحة التصحر. إن شاء الله راح أجي عليه فيديو خاص. المهم الموضوع مالتي هسه هاي الشجرة، شنو اللي أريده من عندها؟ أريد من عندها تعطينا ظل وتعطينا رطوبة. الظل اللي راح تعطيني اياه بعد ما تكبر هاي الشجره تمتد اغصانها، الظل اللي راح يصير اسفلها راح يفيدني تكون درجات الحراره بهذا الظل قليله، اقل ب 10 الى 15 درجه، اذا ما نقول 20 درجه اقل من الحراره خارج الظل مال الشجره هذه. الظل عرفناه هسه من تكبر الشجره تسوي تمتد الاغصان مالتها توفر لي ظل زين. شلون تلطف لي الاجواء وتزيد لي الرطوبه؟ لازم نعرف بعمليه فيزيائيه. هاي العمليه الفيزيائيه هي اكتساب وفقدان الحراره. الحراره تجيني من الجو، من اشعه الشمس مباشره، من تيارات الهواء الحاره الجافه. الاجسام تكتسب الحراره، جسمك يكتسب حراره، البيت يكتسب حراره، البناء الحديدي يكتسب حرارة، بناء يعني البناء بالطابوق وبالخرسان المسلحة يكتسب حرارة، الحديد يكتسب حرارة، والشجرة هم تكتسب حرارة. الحرارة اللي يكتسبها جسمك راح يفقدها عن طريق التعرق، عن طريق التعرق راح يبرد، راح يبرد جسمك، تفقد هاي الحرارة. زين، المباني شلون تفقد الحرارة؟ المباني سواء كانت الكونكريتية أو الحديدية أو الأجسام الحديدية بشكل عام، من تكتسب الحرارة راح ترجع تطي ما يقارب 80% 70-80-90% من هاي الحرارة راح ترجع تبثها للجو مجرد ما تقل الحرارة المحيطة بيها. يعني مثلا تكتسب بالحرارة بالنهار وتجي تبثها مرة ثانية للجو بالليل. زين، الشجرة شنو راح تتخلص من الحرارة؟ الشجرة تتخلص من الحرارة نفس ما يتخلص جسمنا من الحرارة، عن طريق عملية التعرق. نرجع إلى قانون الفيزياء الثاني، الطاقة لا تفنى لكن تتحول من صورة إلى صورة ثانية. الصورة اللي اكتسبتها الطاقة هنا طاقة حرارية، اكتسبتها الشجرة كحرارة. زين، شلون راح تفقدها؟ أنا من اكتسبت الحرارة فقدتها بالتعرق كتبريد للجسم. زين، الشجرة هم تريد تبرد جسمها، شلون راح تفقدها؟ راح تفقدها عن طريق بخار الماء اللي راح تطرحه للجو. هذا عملية تبريد إلى جسم الشجرة، وأيضا كرد فعل من هاي الشجرة حتى تلطف الأجواء المحيطة بها حتى ما تحترق الأوراق مالتها، لأن هسه من تجيها تيارات هواء حارة جافة فاقدة للرطوبة ممكن تضرر الأوراق مالتها. كل كان الله خلقه إلى رد فعل طبيعي للأخطار اللي تواجهه. الشجرة رد الفعل الطبيعي مالتها اطلاق بخار ماء للاجواء حتى تلطف الهواء المحيط بها. بهاي الحالة مو طلقت بخار الماء، بخار الماء اخذ الحرارة الموجودة بجسم النبات اكتسبها رطوبة، يعني الماء اللي بجسم النبات اكتسبها تحول الى بخار تم طرحه عن طريق الثغور. اجت النبتة امتصت ماء من التربة من جديد، عوضت المفقود من الرطوبة بجسمها، فصار هم تبريد الجسم الشجرة وهم بخار الماء اللي طلع للأجواء لطف للأجواء. فالشجرة هنا جدار الصد اللي أولا تحول للحرارة من صورة إلى صورة ثانية، ما تخلي الحرارة محبوسة عدي بالمكان المحيط بيه، لا، الحرارة ما راح تكتسبها، راح تحولها إلى صورة ثانية من صور الطاقة. الصورة الثانية هاي اللي حولتها إلى بخار ماء راح كسرت لحدة تيارات الهواء الحارة الجافة اللي جايتني. فبهاي الحالة قللت من الحرارة وقللت من حدة تيارات الهواء الحارة الجافة.
زين، هل شجرة واحدة كافية لهذا الغرض؟ طبعا مو كافية، بس أنا مو معناها أن الشجرة اللي راح أزرعها مو كافية حتحقق لهذا الغرض أتوقف عن الزراعة نهائيا. لا، أني أزرع بقدر استطاعتي أشجار، أزرع بالسنة 3-4-5-10-20 شجرة حسب استطاعتي، شقد ما أقدر أزرع أشجار سنويا أزرع. الأوقات اللي تصلح لزراعة الأشجار اللي أفضلها أني كتشجير للشوارع، شهر 10 وشهر 2 إلى منتصف شهر 3، هذا الوقت حتى الشجرة راح تقدر تمد جذورها داخل التربة قبل ما تجيها الإجهادات الحرارية، سواء كانت برودة شديدة أو حرارة شديدة حتى تقاوم. فهسه شرحنا الطريقة اللي الشجرة راح تنقذنا بيها، تلطف لنا الأجواء، تكسر لنا حدة تيارات الهواء الحارة الجافة، وأيضا تخلصنا من جزء كبير من الحرارة بتحويلها من صورة إلى صورة ثانية من صور الطاقة. هذا الشرح بسيط، ممكن هسه يعني ممكن يجي شخص يعترض عليه يقول لي لا ما يصير تشرح بهاي الطريقة ولازم أمور علمية وكذا. أنا جاي أشرح بطريقة مبسطة الأقرب لفهم حتى يفهمها الهاوي والمبتدئ اللي ما عنده خبرة لا بالزراعة ولا بالفيزياء، فبصورة مبسطة جاي أشرحها إليه، ما جاي أشرحها بصورة أكاديمية ولا جاي ألقي لي محاضرة بوحدة من الجامعات أو محاضرة علمية. أنا جاي أشرح إلى عامة الناس هاي الطريقة يعني الأقرب حتى نوضح بيها بصورة بسيطة للمتلقي فائدة الشجرة وشلون تكون طوق النجاة الوحيد لنا بالحرارة اللاهبة.